السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الجرجوري اللي هو بتاع اللي بيركب في أي من المطر، بيركب على السطح ده كده الشكل بتاعه من قدام، بيبقى في الخلف بتاعنا من ورا 4 بوصة وبيركب معانا كده على السطح، بمعنى إن إحنا بنيجي نركبه هنا، أدي الجنب اللي هيبقى فيه القايم اللي هينزل من فوق، تمام؟ بنركب الجرجوري ده بالمنظر ده، بيبقى راكب معانا كده، تمام؟ طبعا بالراعي ان احنا لو ننفع نوطيله تحت شويه نوطيه، وبيركب معانا بالمنظر ده، وبعد كده بيبقى معانا المنسوب بتاع البلاط لحد هنا، تمام؟ وبيبقى دوت الوضع بتاعه. في برضه عندنا حاجه تانيه هنوريها لكم، ده بقى كده ايه بعد ما حطينا له الماسوره ال4 بوصه، وادي كده شكله اهو كله على بعضه اهو. بعد كده بندخله في القايم ويتحط معانا ويثبت بالشكل ده، وادي شكله من بره لسه هيركب له بقيه القايم بتاعه. وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.